الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش. موجز اخباري جديد ياتي حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأثنى الرئيس السيسي خلال اللقاء على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من الكارثة الإنسانية المتسارعة في قطاع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية التي يتم إدخالها عبر معبر رفح، داعيا إلى مزيد من الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر للمواد الإغاثية والسماح بإيصال المساعدات من الضفة الغربية إلى غزة بشكل مباشر. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من برنامج الغذاء العالمي، وأشار أشتية إلى جهود التنسيق مع شركاء الدوليين لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة فور سماح إسرائيل بذلك، كما أكد أن الأولوية هي إيصال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة وصول الكهرباء والمياه والاتصالات إلى القطاع. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه يتم العمل على التصدي لهجمات الحوثيين، وأضاف خلال كلمته أمام منتدى دافوس أنهم وضعوا قيودا على الصادرات ومنها شبه الموصلات، مشيرا إلى أن القيود ليست من قبيل الحصار الإلكترونية، مشددا على أنهم لا يسعون لمواجهة مع الصين. وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قصف أربيل بأنه عمل عدواني يقوض استقرار المنطقة. وفي تصريحات على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، اعتبر السوداني أن ضربة أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضد العراق، استهدف منطقة سكنية وضحاياها عائلة عراقية كردية بينهم أطفال. قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن الوضع في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا بات صعبا للغاية. وأوضح ستولتنبرغ أن القوات الروسية تضغط على العديد من الخطوط الأمامية، مشيرا إلى أن إنجازات أوكرانية في تحرير الأراضي وفتح ممر لتصدير الحبوب في البحر الأسود. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا. وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، دعا زيلينسكي إلى تجديد العقوبات على روسيا، لافتا إلى أن المخاوف من تصعيد الحرب مع روسيا أضاعت الكثير من الفرص وأفقدتهم الكثير من أرواح المحاربين الأوكرانيين الأكثر خبرة. مشاهدينا، انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.